السلام عليكم متابعي كروم ميكانيكو، ان شاء الله تكونوا بخير. كما وعدنا لكم رايكم جينا فرصه ولا بون، وانا نبارطاجوها مع خوتنا باش هكا كامل الناس تستفاد. واش عليكم خوتي؟ اليوم جابوا لنا 208 ان دو في تي ايسونس، للعلم هذه عندها بون فيسيوس درت ما محنا وبحرتها لنا. من بعد اللي درنا لها دياغنوستيك طلعت لنا راتي دو كومبيسيون سيلندر 3، راتي دو كومبيسيون سيلندر 3 يعني فيها خلل في هذا السيلندر، هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنايا. حنا توجور في البيجو نحسبو كوتي كابتر، نحسبو 1 2 3 3، هذا هو اللي فيه بروبليم. ليسونسي حنا قبل ما نحلو درنا لي زيطاب، رحنا حاجه الاولى شفنا لي بوجي كي راهم دايرين، قلبنا بيناتهم قاعد لو ميم بروبليم. زدنا قلبنا لي بوبين قاعد لو ميم بروبليم، زدنا قلبنا لي زانجيكتور قاعد لو ميم بروبليم. ومن بعد حلينا لقينا باستي اللي هي هادي، هاي لا باستي هادي، وين تدرك لابراكام اللي تحلو تبلع على السوباب. هاي لقينا هادي مزيره، دوك نوضحو لكم في الفيديو باش تعرفوا واش كاين. هاي لا لاكي لاصا الان دي خوتي كيما راكم تشوفوا هنايا، شوفوا لا ديفيرونس كي داير. شوفوا الجو اللي راه في السوبر، شوفوا الجو اللي راه في السوبر كي داير. هادي السوبر راهي نورمال، وهادي راه فيها خلل، هادي اللي راه فيها بروبليم، وهذه ولات ما تبلعش غايه توجور مي تبلع تبلع على جنب. تخلي هذا الفيد بون خوتي باش تفهموني، تخلي هذا الفيد، وهذا الفيد هو اللي بيردي لا كومبريسيون تاع الموتور، على بيها طلع لك راتي دو كومبيسيون سيلندر 3. وهذا البان احنا ما كناش دايرينها كاع في ريسانا، ومن بعد ديكوفريناها الحمد لله. ان شاء الله نشوفوا واش كاين، ندوا لا كيلاس عند تورنان باش يفيري فينا الجيت سو بوب، ويفيري فينا السياج. ان شاء الله في اخر فيديو نقول لكم شنو صرا. هاي لا خوتي سي بون، نورنا المحرك درنا لا صيانه بنجاح الحمد لله، راه يدور 3 سيمانات، والفونتيلاتير راه يتنوض بريمي فيتاس وتحبس. كيما ورينا لكم في لا فيديو، دينا لا كيلاس عند تورنان ولقينا هذا هو البروبليم. ها هو جيت سوباب، ولقينا السوباب ضايعه، ها لا والسياج الحمد لله رجلناها راهي طور بيان. ان شاء الله استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.